السلام عليكم الغزالات ديالي، كيبقيتوا لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صحتكم سنسن كما العاده. اليوم مع فيديو جديد اختي. فاش شوفيني مع اليديدات مقفطه عليهم، عارفيني جايبه لك شي شهيوه. يا سلام. مهم، رمضان ما بقى له والو، كيف ما وعدتكم ان شاء الله الا كتب غادي نبقى نحاول نبارطاجي معكم الشهيوات اللي راني كنوجد. وميم طون في رمضان ان شاء الله داكشي اللي غنبقى نوجدو الفطور مره ماشي ديما، حيتاش ماشي ديما كنفطر في الدار، وميم طون ماشي ديما كتكون الطبله مزوقه. الواحد كيكون صايم كيبقى غير كيتشهى، ولكن الصراحه ماشي كلشي كيتكال. انا في رمضان عزيز عليا شي حاجه نغمس فيها، شي طويجان ديال الكفته ديال السوسيط اولا ديال خضيره بالدجاج، ولا شي طبق ديال شعريه صينيه بالخضره ونفور كل مره وشنو كندير. المهم اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد البريوات كيجيو يا سلام. هذا اللي بارطاجيت معكم البارح كيجيو واعرين، هاد البريوات اللي غنبارطاجي معكم عاوتاني واعرين. بالنسبه للمكونات كنحتاجو الصبانخ، هادو اختي هانتي جدادين يلاه شريتهم وغسلتهم وحيدتهم داك العويدات اللي كيكونوا في الراس، وجدت كلشي هنا باش ما نطولش عليكم في الفيديو. كنحتاجو واحد البصله كبيره مشلضه، ها انتوما قطعتها، وعندي هنايا لادن. انا ما غاديش نستعمل هاد الكونتيتي كامله حيتاش بزاف، غادي ندير غير النص ديالها. هادو المكونات الاساسيه. كنحتاجو البيشاميل، غادي نصايبها معكم بالطريقه ديالي، غادي نديرها على المغلي ديال النصبع. وكنحتاجو الفرماج، انا غادي نستعمل هاد النوع هذا ديال الفرماج، غادي نستعمل هاد النوع ديال الفرماج بلو ناتور. هذا غادي واحد الكميه مع كيف ما قلت لكم هاد النوع ديال الفرماج مع البيشاميل ومع الفرماج الاحمر ان شاء الله. المهم باش ما نطولش عليكم في الفيديو غادي نمشيو نوجدو المقادير. بالنسبه للورقه ما غاديش نستعمل ورقه مرجان، بالصدفه مشيت عند ماما لقيتها صايبات واحد لا كوموند واحد السيده ديال الورقه وصايبات كونتيتي كبيره، وقالت ليها قلت ليها انا ناخذها انا نخدم بها، هي الورقه هذيك خصك تجيبيها تخدمي بها ملي كتكون جديده. المهم هانتوما الورقه ديال ماما خطيره، ماشي ديال الشيته، كتصايبها على داك الصني اللي كيصايبوا فيه داك الفواسه، اصلا ديجا خداتو هي تما من المدينه القديمه. المهم اللي كتضرب هكا باليد. غادي نمشي نحط الورقه ديالي ونمشيو نصاوبوا الحشوه، وديك الساعه غادي نرجع نبارطاجي معكم الطريقه ان شاء الله. يلا اختي ماشي معايا. اي فوالا، هانتوما اختي شعلت على المقله ديالي. غادي ناخذ اول حاجه اللي هي البصله، غادي نديروها تشحر واحد شويه ترخى لينا، غادي نزيدو عليها واحد شويه ديال الزيت، المهم الزيت غير شويه عندكم ميزانكم، وغادي نديرو شويه ديال الملح، شويه السكنجبير وشويه ديال البزار. نديرو واحد شويه ديال البزار. بالنسبه للملح ما تكثروش البنات، حيتاش غادي نستعملو الفرماج بيشاميل وكلشي كيكون مالح. وغادي نزيد شويه ديال المليحه صافي، وغادي نجهز عليه شويه البوطه ونخليه بسوله ديالنا تشحر لينا مزيان. ضروري البنات هاد الطريقه، واخا ما تستعملوهاش دابا الا ما كانوش عندكم مكونات يعني متوفرين في الدار، سجلوها عندكم وخليوها وجربوها وردوا عليا الخبر. البنات كيف ما كتشوفوا معايا، شوفوا البصله كيفاش رجعت طرحات. دابا غادي نديروا هاد الكميه ديال لادن. المهم انا غادي نعمر على حسب الورقه، خفت تمشي ما تقدنيش، قلت نصايب داكشي زعما غير القياس صافي. وغادي نخليه دابا هاد لادن يتقلى لي مزيان، ومن بعد غادي نحيدوه. والمقله نفسها اللي درت فيها لادن والبصله غادي نرمي فيها الصبانخ باش يترخاو لي حتى هما، وغادي نزيدو عليهم كيف ما قلت لكم الفرماج وبيشاميل وفرماج الاحمر. المهم هانتوما معايا في لا فيديو. فوالا البنات، هانتوما لادن درت تشحر مزيان. دابا غادي نحيدو داك البصله، فاش درتها في الاول كانت كتبان لي كبيره، دابا مع دابت ولات الحشوه قلالت، ما عرفتش دابا يمكن الورقه غتشات لي ديك الساعه. المهم الا بقات الورقه غادي نصايبو واحد الطريقه اخرى عاوتاني ديال البريوات بلادان فيومي ان شاء الله، والفرماج. وهنا دابا غادي نديرو الصبانيخ ديالنا، قيلا غندير غير هاد الكونتيتي هادي
صافي. وغادي ندير عليهم هاد البطاطا ونخليهم شويه يترخاو ونرجع معاكم عاود. فوالا البنات اونطرو طون هاد لي زيبينار ديالي راهم كيترخاو. غادي نمشي نوجد انا البيشاميل باش هكا يجيوني قد قد. غادي ندير بالنسبه للبيشاميل كيف ما كتشوفوا معايا غادي نستعمل الزبده. درت معلقه ونص ديال الزبده، كنديروا قد الزبده قد الطحين. وغادي ندير واحد شويه ديال البزار. سمعوا انا صدع عليا الباب واجاله كاي واحد شويه ديال الملحه. وغادي ندير واحد المعلقه ونص ديال الطحين. فوالا البنات ها هي معلقه وغادي نزيد نص معلقه صافي. بالنسبه للبيشاميل ضروري تبقاو كتحركوها، ما تحبسوش من التحرك حتى تذوب لينا هاد الزبده مع هاد الطحين. وضيفوا واحد الكميه ديال الحليب على حساب لا تيكستور اللي نتوما باغيين، واش تكون ثقيله ولا تكون خفيفه. بالنسبه انا غادي نحتاج تقريبا 4 ديال المعالق ديال البيشاميل، مع غادي ندير الفرماج وغادي ندير الفرماج ديال الطاس والفرماج الاحمر. بالنسبه للفرماج ديال الطاس تقدروا تستعملوا الجبن، جبلي اي نوع ديال الفرماج تقدروا تستعملوه. المهم هنا لي زيبينار ديالي راهم مازالين. هنايا بالنسبه للحشوه ديال لادن دزت عليها واحد شويه ديال المعدنوس صافي، بين ما يطيبوا لينا لي زيبينار ديالنا وديك الساعه نكملوا المقادير. فوالا البنات ها نتوما حتى تولي ليكم، راه كل واحد والطريقه ديالو. المهم انا كنستعمل هاد الطريقه قد الزبده قد الطحين فاش يوليو ليكم يعني في هاد التكستور هادي. غادي نزيدوا الحليب دابا، نزيدوا الحليب وحنايا كنحركوا ما تحبسوش من التحرك صافي. انا غنستعمل غير هاد الكميه باش ما تبقاليش البشاميل كضيع. وغادي نبقى كنحرك حتى تقل لينا. فوالا البنات شوفوا معايا ها نتوما راه بدات كتقل لينا. غادي نبقاو كنحركوها ما تخليوهاش تحبب ليكم صافي. واحد شويه نطفيو عليها، دابا غادي نطفيو عليها ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا. اي فوالا البنات ها هما لي زيتنا. غادي نزيد عليهم دابا هذا الخليط ديالنا الحشوه عاتو جايه بنينه كيفما شفتوا، راه ما فيها حتى شي حاجه ديال العطريه. بالنسبه اللي بغى يزيد عليها شويه ديال الليمون يعصرو، اللي كيعجبو المذاق ديال السيترون يقدر يزيدو حتى هو، راه كتجي واحد البنه خاصه مي انا ما غنديروش صافي. دابا هنايا غادي نزيد واحد الكميه ديال الفرماج، فرماج الاحمر اللي عندهم توفر في الدار يقدر يديرو، اللي ما عندوش ماشي ضروري. على داكشي انا ما كثرتش الملح، قلت لكم غادي نستعمل الفرماج. وغادي ندير واحد 4 المعالق تقريبا ديال البيشاميل. انتما شوفوا كيفاش كترجع. وغادي نستعمل معاكم هذا الفرماج هذا، صراحه باقي ما استعملته باقي ما حليته. انا اول مره كناخذ، شفت الناس بزاف كيستعملوه وقلت علاش لا ما نجربوش. غادي ندير واحد جوج معالق كبار ديال الفرماج. هذا الفرماج هذا راه باقي غادي نوريكم واحد الطريقه اخرى. بالنسبه للثمن ديالو البنات انا خديته من اتقدا و 53 درهم، مي كنظن في بيم داير قل واقيلا واش 50 درهم ولا 51 درهم في بيم. المهم هو الصراحه كيجي عملي اقتصادي وتقدري تخليه هكا عندك مفتوح تستعملي يعني شحال من خطره. غنصايب معكم واحد الطريقه ديال غادي نصايب لينيم بالفرماج ولا دنتفي ما ان شاء الله كيجي حتى هما واعرين. المهم صافي هانتوما البنات غادي نخلط هذا الشيء ونبداو نعمرو ان شاء الله. يا اما غندير لينيم يا اما غادي نديرهم بريوات، نبدل شويه على الشكل اللي درنا البارح ديال البريوات. شوف هاد الفرماج هانتوما راه دغيا كيذوب صافي. حاولوا تدخلوا هاد الشيء كله يتجانس مع بعضياتهم. عرفتوا واحد الريحه طالعه واعره صافي. وتقدروا حتى هما تحتفظوا بهم في الفريكو بنفس الطريقه اللي وريتكم، صيبوهم وديروهم شي بلاطو وتخليوهم حتى يبسوا
تقريبا ليله كامله وليله صوبتهم في الصباح تخليوهم من الصباح حتى العشيه، وديك الساعه وجمعوهم في الطاسات وخليوهم في الفريغو. صافي هذه هي الحشوه كما كتشوفوا معايا. غادي نخليها دابا تبرد ونمشيو نبداو نعمرو ان شاء الله لانيم او لابريوات ديالنا. الورقه هي عندي واجده. البنات ها هي الحشوه درتها في الطبسيل بردات وحطيت حدايا البلاطو باش ندير فيه ونقص باش نقطع الورقه، ودابا غادي نبداو على بركه الله. فوالا البنات لقيتوني راني هنا بديت كنصايبهم على هذا الشكل هذا ديال السيجار. كناخذ الورقه ديالي، هانتوما شوفوا داك الورقه تبارك الله كيفاش كتجي واعره. هذه راه كتصايبها ماما سيون كوموند 35 درهم للكيلو. صافي كنقطع الورقه ديالي على جوج، بغيت نبدل شويه نديرو هكا شويه سيجار شويه بريوات. كنشد الورقه على هذا الشكل هذا على العرض. هانتوما غنصايب معاكم جوج في مره باش تشوفوا الطريقه. صافي كناخد الحشوه ديالي كنديروها على هذا الشكل هذا. هاتوا هاد الحشوه جات خطيره عامره بالفرماج، الناس اللي كيعجبهم الفرماج جات واعره. مي شحال ما درتو كتجي دغيا ما غاديش تخرج زعما هاد الكميه. واخا كان كيسحاب لي راسي درت بزاف ديال لادان ساعه هاد الكميه ما خرجتليش بزاف. كنشدو هاد الجنب هذا كنحطوه هنا، كنشدو الجنب هذا كنحطوه هنا. صافي كنزيرو هنا كنجمعو عندنا الحشوه وكندورو السيجار على هاد الشكل هذا. كنجيبو الطحين، ها هو الطحين خلطته مع الماء باش يتسدو لينا مزيان ويتجمعو وما يتفتحوش لينا. هانتوما صافي غنحطها هنا. هادو باقي ما درت ليهم الطحين. كنحاول نبارطاجي معكم الطريقه زعما يكونوا بساطين وميم طون يكونوا مزيانين وصحيين. وهاد الافكار اللي كنعطيكم كيف ما قلت لكم في الفيديو ديال البارح راهم يساعدوا يعني يساعدوكم حتى مع وليداتكم. بحال هكا راكم عارفين الوليدات ملي كيمشيو للمدرسه كيبقاو تما النهار كامل، صيبوا لهم هادشي هذا يعجبهم هما لاش بوكس ديالهم يديوه معاهم يعني ساهلين. صافي هانتوما بنفس الطريقه غادي نكمل الحشوه ديالي كامله. السيجار اللي وجدت الصراحه جاو فنين، بعدا غير من الشكل ديالهم جاو واعرين. الا بغيتو طيبوهم تقدروا تزيدوا شويه ديال الفرماج الاحمر من هنا من الفوق وديروهم في الفران. بغيتو تقليوهم حتى هما غيجيو مزيانين، اللي عندهم الاير فراير يقدروا يديروهم فيهم يجيو واعرين. انا الصراحه راني خديتها مي ما غاديش نحلها، كناخذ المويعنات كنخليهم للدرجه جديده ان شاء الله الجديد اللي لوجدته. المهم هنا نقضيو بهذا الشيء اللي عندنا راه حتى هو زوين، ولكن المويعنات الجداد ما غنحلهمش حتى نمشي للدار ان شاء الله ليها.
غادي يجيو مع لا كويزين مزيونين. قلت بلا ما نحلهم دابا، دونك انا غادي نطيبهم غير في الفران، ما عزيزش عليا الحاجه مقليه بزاف، واخا مقليين كيجيو زوينين ما غاديش نقلي، غنديرهم في الفران وصافي. دابا غادي نجمعهم في الطويسات. ها نتوما هاد الطويسات هادو، صراحه سلاو لي دابا غيدوز عاشق يجيبهم لي، حيتاش باقي غادي نصايب واحد الطريقه وحده اخرى عاوتاني. هاد النهار ان شاء الله الا كتب نصورها لكم فيديو بوحدها. وهادو غادي نجمعهم دابا في الطاسه نديرهم في الفريغو. الا وصلتي اختي حتى لهنا ما تمخليش عليا بواحد لايك وشي كومونتير مزيون، بارطاجيو هاد الوصفات الا عجبكم مع لا فامي ديالكم، الاصدقاء ديالكم، الناس اللي عزاز عليكم وكتبغيوهم باش تكبر العائله ديالنا. ومرحبا بالناس الجدادين، راني كنشوفكم اختي واخا كتزادوا شويه شويه، المهم راني كنشوفكم، شرف ليا، الله يخطيكم عليا وعواشر مبروكه.